بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل الكلام في الاستفادة من الآيات، قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إلى قوله تعالى: وكفى بالله وكيلا. وقد أخذنا في الحلقة السابقة بعضا من ذلك، ونواصل فنقول: يؤخذ من هذه الآيات دعوة جميع الناس إلى الإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إليهم جميعا، وفي ذلك دليل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق لا إلى العرب خاصة. ولهذا كاتب الملوك، ملوك الأرض كسرى وقيصر ومن على شاكلتهم، يدعوهم إلى الإسلام، لأنه رسول الله إليهم. فيهم اليهود والنصارى، لكن هم كلهم يجب عليهم الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دينه هو الخاتم وهو الناسخ لما قبله. فلم يبق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دين إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، لأن ملكه تام بدون ذلك. ولهذا قال: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى غني عن عبادة من عبده، ولا يضر كفره من كفر به، وإنما النفع والضرر عائدان إلى العباد. ثم ويؤخذ من هذه الآيات النهي عن الغلو، والغلو هو الزيادة في الشيء عن حده، ولهذا قالوا: من تجاوز حده فكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. فالغلو نتيجته الخروج من الدين والحرمان من الخير، لأن الغالي والمفرط هذا خرج عن الحق. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، فاستقم كما أمرت. ثم قال: ولا تطغوا، يعني فالاستقامة هي الاعتدال، ولا يخرج عنها إلى الطغيان وهو الغلو. فهذا أمر واجب على كل العباد: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستقامة وعدم الطغيان وهو الغلو، غيره من باب أولى: كما أمرت. ولهذا قال: كما أمرت، أي اتبع ما أمرناك به. فهذا عين الحق، أن الخير كله في الاعتدال، وأن الغلو ضلال. أسأل الله أن يهدينا جميعا لطريق الحق، وأن يكفينا شر الغلو والغلاة. لا تغلوا في دينكم. والغلو في الدين هو الزيادة لشيء لم يشرعه الله، كما غلت النصارى في إحداث الرهبانية، كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والغالي لا يصل إلى نتيجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.
فإذا ابتلي الإنسان بالغلو فإن ذلك يخرجه من الدين، وأيضا ينتكس عليه الأمر، لأن الغلو شديد ولا يستطيع الإنسان الاستمرار في الشيء الشديد، فلا بد أن يتخلى عن دينه. ولذلك نجد كثيرا من الغلاة انحرفوا والعياذ بالله، وصاروا من أفسد الناس وأفسق الناس. والخير كله في الاعتدال ولزوم الصراط المستقيم. ومن جملة الغلو وأشد الغلو الغلو في الأشخاص من الأنبياء وغيرهم أو الأولياء والصالحين، ورفعهم فوق درجتهم إلى درجة العبودية وجعلهم شركاء مع الله سبحانه في عبادته، كالذين يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بالأموات، وكما حصل من النصارى في غلوهم في المسيح عبد الله ورسوله أنهم جعلوه هو الله أو ثلاثة أو هو ابن الله تعالى الله عما يقولون. هذا نتيجة الغلو. فلا يغلى في البشر ولا يغلى في الدين ولا يغلى في الأحكام الحلال والحرام، وإنما الاعتدال في ذلك كله هو طريق النجاة. وفي الآيات بيان حقيقة المسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة المسيح، عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أنه خلق بدون أب، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء. فكما أن الله خلق البشر من تراب من غير أب ولا أم في آدم عليه السلام، فهو قادر على أن يخلق عيسى من أم بلا أب، وأنه وجد بكلمة الله ونفخ فيه الملك من روح الله سبحانه وتعالى، فكان المسيح بشرا ونبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، ليس له من العبودية شيء، وليس هو شريك لله في الربوبية، فيقال كما قالت النصارى هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يؤخذ من هذه الآيات وجوب الإيمان بالله ورسله جميعا، لا يؤمن ببعضهم دون بعض، فمن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة وسلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم، يبشر متقدمهم بمتأخرهم، ومتأخرهم يهتدي بمتقدمهم، وكلهم جاءوا من عند الله، فمن كفر بنبي منهم فقد كفر بالجميع، لأن دينهم واحد، ولأن ما مع الذي كفر به هو الذي مع من آمن به سواء من الوحي والرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. كما أنه يؤخذ من هذه الآيات النهي عن الغلو الذي ضل به كثير من الناس اليوم، الغلو في دين الله، وهو أنواع كما ذكرنا، إما أن يكون غلواً في المخلوق بأن يرفع فوق درجته، أو يكون غلواً في العبادة بأن يشتد الإنسان في العبادة حتى يخرج عن الاعتدال ويشق على نفسه، أو يكون غلواً في الأحكام، غلواً في الأحكام من الحلال والحرام، فيتشدد في التحريم أو يتشدد في التحليل، كل هذا من الغلو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والدين يسر ولله الحمد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.